رحت للشيخ ربنا يكرمه ويعزه، قلت له قول لي الحجاب جنه ونار ولا درجات جنه؟ لو جنه ونار مش هلعب، لا انا عايزه ادخل الجنه. مش ممكن ابدا انا ما بقدرش على لسعه ولاعه ولا كبريت ولا شمعه ولا حراره الشمس، ولا ما اقدرش. لو درجات جنه انا راضيه بالبدروم. وقتها ايوه اللي هو انا بقول لك الحق بالضبط. نعم. فجي قال لي ضحك زيك كده بالظبط وقال لي سبحان الله العظيم، شوفي يا اخت حنان، كل ما هو فرض جنه ونار، وكل ما هو نافله درجات جنه، وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. قلت طب هايل، قول لي جنه ونار ولا درجات جنه؟ فقال لي طيب انت مسلمه؟ قلت له الحمد لله. قال لي جهدتي للاسلام؟ قلت له لا انا اتولدت مسلمه. قال لي طب كويس، يعني انت وارثه الان الارض؟ قلت له ارض؟ قال لي اه ادي الارض، انت النهارده الارض دي ملك حنان حسن محمد عبد الكريم. قلت له ازاي؟ قال لي